الحيازات الزراعية الكل يدرك أن أغلب من حاز على الحيازات الزراعية أغلبهم دخل في قضية تجارية بحتة، وهو أخذ الحيازة ومحاولة بيعها للشخص اللي ما قدر يحصل الحيازة هذه. هذا جزء كبير جدا موجود في الكويت ومعروف وبدت. زين، ووصلنا الى مرحله ان الحيازه تقدم بالبطاقه المدنيه، وصلنا ان هناك انت اذا كنت متنفذ تستطيع ان تصل تحصل على اللي تبيه. كل هذه الامور خلتنا انا اقول الفضل يقع لشخص واحد راح المحكمه واشتكى بان في حيازات الوفره في هنالك ظلم وفي هنالك في انا مستحق لهالقضيه وتم استبعادي. نعم. المحكمه حقه وفتح لك باب كبير جدا. الوزير الامير ابو عاصم لما جاب الاخت نبيله جابها لانها بعيده عن الجميع الموجوده داخل، اكو مجموعه موجوده داخل يعني خسميها هارمونايز متجانسه مع بعضها، هذه كانت خارج. لما نحطها وطلب منها ان تقوم بواجبها قامت بواجبها الطبيعي وهو ايجاد الاخطاء الموجوده. نعم. فلما جت إدارة الفتاة والتشريع وحققت بالموضوع لقت بحدود 208 حيازة قد منحت لناس بالغلط، وتكلم اليوم أقول مخالفين غير مستحقين 10 مليون متر، أتكلم فوق 60 مليون دينار قدمت هباء كذي يلا خذوهم. هذا لو ماكو الوقفة اللي صارت هذه، لو ما كان هذا الأخ الفاضل راح المحكمة، لو مو الفتاة والتشريع أعطت قرارها، وهذا قرار فتاة والتشريع تحكيمي الآن كيف الإخوان يرونها، لكن بالنتيجة النهائية ثبت لدينا أن هنالك في تجاوزات عنيفة، ولما تبحث زيادة راح تشوف أكثر وأكثر وأكثر في قضايا التوسعات، في قضايا كيفية من هذا يستحق وغير مستحق. وأنا أعتقد هذا الملف يتفوق على كل الملفات اللي عندنا إياها، يتفوق على كل الملفات التي طرحت في على مدار مجلس الأمة، سواء كانت إيداعات سواء كانت تحويلات حتى ملف الدو. هذا لأنه يتمثل مع شريحة كبيرة من الناس مستفيدين بطريق غير صحيح ومخالف.